بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نستعين. في صباح هذا اليوم مرة أخرى أحييكم بدوري في هذا المهرجان في شوطنا العاشر الذي انطلق وأعلنت انطلاقة قبل لحظات. ترى 6 كيلومترات يا مشاهدين الأعزاء، تويوتا كروزر بيك أب هو جائزة المركز الأول. مشاهدين الأعزاء، هنا 16 شوط في صباح هذا اليوم في هذه الفترة، وتشاهدون الجوائز العينية الثمينة. والموعد بإذن الله في مساء هذا اليوم في تمام الساعة 1 من ظهر هذا اليوم مع 4 أشواط رموز ذهبية أصيلة قوية في مساء هذا اليوم. ناخذ المركز الأول ومقدمة الشوط المركز الأول. طبعا هذا الشوط خاص بالقعدان في هذا الميدان لسن الإجداع. المركز الأول، ونذكر بأن جائزة هذا الشوط تويوتا كروزر بيك أب للمركز الأول مع الزعفران. يا سلام، وبران في المركز الأول، وبران لسعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي على المركز الأول. ناخذ المركز الثاني واللي يليه على المركز الثاني، هذا هو شاهين للسيد محمد بن سليم بن شويرب العامري على المركز الثاني. ننتقل لنتابع من يأتي ثالثا ومن يأتي في هذا المثلث الذهبي، وهذا سياف لمبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي اللي قدم على المركز الثالث. ناخذ المركز الرابع وهذا هملول لسيد سيف بن عبد الله بن علي الكتبي اللي وصل على المركز الرابع اللي هو هملول. يا سلام يا سلام يا مشاهدين الاعزاء في هذا المهرجان الكبير، في هذا المهرجان الغالي. الكل يتمنى الفوز، الكل اتى لهذه المشاركه اخويه خليجيه في مضمار الشحانيه، وميدان الشحنية دائما هو المرحب بهؤلاء الضيوف. المركز الخامس، يا سلام، من الجانب الآخر وصل في هذه اللحظات شعار مهير بن سالم الكتبي اللي في المركز الرابع، حفيت على المركز الرابع لمهير بن سالم الكتبي اللي على المركز الخامس. هذه النتيجة يا مشاهدين الأعزاء في أرضية ميدان التحدي. ماذا يجري في هذا اليوم من أشواط قوية وأشواط رئيسية للرئيسيين في هذا اليوم الخاص بالإجداع؟ في هذا اليوم سوف نسدل الستار عن الفترة الجولة الأولى من جولة الصغار، لنبتدئ معكم في يوم السبت مع سن الكبار، وما يحلو لنا دائما الرقص مع الكبار العمالقة في 8 كيلومترات في هذا اليوم، يوم الإجداع ومقدمة الشوط. وهذه هي المقدمة، وهذا هو سياف من يكون هو أول المنطلقين وأول المهنئين له إذا واصل على هذا المنوال. مبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي في مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي على المركز الثاني مع وبران على المركز الثاني، بينما المركز الثالث شهيب محمد بن سليم بن شويرب العامري على المركز الثالث اللي موقفه خطير، واللي الموقف هذا والمكان هذا دائما مستهدف، وهو مكان موفق دائما للمشاركين اللي بيراقب الحدث بيراقب الحدث. يا سلام، في منتصف الميدان ناخذ المركز الرابع، ناخذ المركز الرابع وهذا الرامي اللي قادم، سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي قادم من أقوى ممثلي سلطنة عمان القادم على المركز الرابع، بينما اختطف هذا المركز من تقدمي ما هنا مقلوع لمحمد بن جعفر بن مرخان الكتبي. يا سلام، ناخذ المركز الرابع وهذا أحد المنطلقين وأحد الضيوف من المملكة العربية السعودية هناك، وبالتحديد من ميدان ينبع قادم فرج بن سعد بن سالم
الجهني قادم، مرحبا بك يا الجهني في هذه المشاركة في هذا الصباح على أرضية ميدان التحدي، قادم مع الذيب وماركة الذيب الأصيلة القوية. مشاهدينا الكرام، نعود إلى مقدمة الشوط. يا سلام، مبارك بن أحمد بن محمد بن شملان الفلاحي في مقدمة الشوط، ويقدم لنا السياف، السياف القاطع والبتار قادم في مقدمة الشوط. بينما ناخذ وبران، وبران اللي يتقدم بدوره، اللي يتقدم بأدائه الجميل بشعار السيد سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي. ناخذ المركز الثالث، وهذا الطاغي، يا سلام، الطاغي لمحمد بن عيسى بن خميس الخيالي. يا الله، 2 كيلومترات، 2 كيلومترات يا جماهير الاعزاء. السياره اقتربت، وسياره لهذا الشوط لمن؟ يا هل ترى، يا هل ترى لمن جائزه هذا الشوط، ومن سوف يكون صاحب هذا الشوط العاشر؟ اذا المركز الرابع، المركز الرابع وصل مقلوع، وديروا بالكم من مقلوع ليقلع من هنا الى دبي. محمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي قادم، بن مرخان قادم دائما، بن مرخان يتواجد في المهرجانات الكبيره. المركز الخامس شاهين لمحمد بن سليب شوير بن عامري. اعود الى مقدمه الشوط، وماذا يفعله الطاغي على ارضيه الميدان؟ طغى الطاغي على الفوز والناموس، الطاغي في مقدمة هذا الشوط. الملكية تعود للسيد محمد بن عيسى بن خميس الخيالي. يا سلام، إلى العين وزاخر تنتظر السلامات والفوز. يا سلام، المركز الثاني، هذا أحد ممثلي ميدان الشحانية، وهنا جماهيرك يراقبونك يا بن كليفيق، سعود بن ناصر بن كليفيق العتيبي اللي قادم لهذه المشاركة مع الألف ومئتين. 1200، يا هل ترى الفوز وين؟ الفوز هل يكون هنا شحاني ام هناك الى اهالي الامارات ام الى المملكه العربيه السعوديه؟ لهم دخول قوي في هذا الشوط، ولكن الى المركز الرابع نعلق. مبارك بن محمد بن احمد بن شملان الفلاحي مع سياف، بينما اهالي السلطنه قادمين. يا سلام، يا سلام، سعيد محمد بن سالم الوهيبي، ديروا بالكم، ديروا بالكم من الرامي ومتى يرمي باسهمه الذهبيه الى الفوز. اعود الى مقدمه الشوط، الى مقدمه الشوط، وناخذ ايضا مهاوش لمنصور بن محمد بن دحروي العامري اللي في المركز الخامس. اعود الى مقدمه الشوط، وهنا بدانا بالتدرج النهائي الى خط النهايه، وهنا العد التنازلي مع 800 متر الاخيره او 700 متر الاخيره. يا سلام، يا سلام، هذا الطاغي، 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 الطاغي في مقدمه الشوط للسيد محمد بن عيسى بن خميس الخيالي. دير لبالك يا الخيالي، ركز، هناك القادمين، مقلوع قادم، وهذا مهاوش قادم، وايضا اللي قادم سياف مع المعركة. الكل يبحث عن الفوز، الكل يبحث عن الناموس، الكل يبحث عن السيارة، عن الزعفران. قدمنا يا ابو حمد روح هناك. يا سلام، ثلاث اسماء، هنا مهاوش، وهنا مقلوع، وهنا الطاغي. السيارة وين؟ السيارة وين؟ الناموس وين مع هذا الفوز؟ وهذا الفوز والانتصار. مهاوش لمنصور بن محمد بن دحروي العامري هناك. سلام يا مرغم، سلام في هذا الصباح. هذا الناموس مع مقلوع، وهو مع مهاوش مع بن دحروي العامري. سلام مرغم، سلام في صباح هذا اليوم. المركز الثاني الطاغي لمحمد بن عيسى بن خميس الخيالي، وفي المركز الثالث وصل بالمركز الثالث مقلوع لمحمد بن جعفر بن مرخان الكتبي. مركز الرابع وصلنا الاسد لحمدان بن محمد المزروعي، وفي المركز الخامس سياف لمبارك بن محمد بن احمد بن شملان الفلاحي. ايها الحفل الكريم، مشاهدينا الاعزاء، ناخذ التواقيت الزمنيه لحظه الوصول، وتوقيت الزمني لحظه الوصول. التوقيت الزمني 9 دقائق 21 ثانيه، 89 جزءا من الثانيه. المركز الثاني سيف بن خميس الخيالي، وتوقيته الزمني 9 دقائق 22 ثانية، 25 جزء من الثانية. بينما المركز الثالث مقلوع لمحمد بن جعفر بن مرخان، وتوقيته 9 دقائق 23 ثانية،
49 جزءا من التاريخ.